ده اللي انا شايفه ان الزمالك بادي فاتح خطوطه وادي العرضيه وهوب والهدف. هلا 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 يا احمد يا جعفر، سكت ظهرا ونطقت هدفا. حلوه 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 حلوه. ايه ده في الدقيقه واحد وحته، واحد وحته، احمد جعفر ينتفض كالمارد ويخرج عن صمته وياخد العميد في حضنه ويبكي بكاء مرير، لانه تعرض الحقيقه خلال الفتره الماضيه لانتقادات لازعه لازعه. في الدقيقه الاولى تنشق الارض عن احمد جعفر، يحط براسه الشمال في الزاويه اليمين. بص شيكابالا، عدى شيكابالا وعلى يمينه، هوبا، روعه يا ابني روعه، روعه يا ابني روعة. أن يتدارك بسرعة جدا جدا أوضاعه، وبيمينك يا شيكابالا وبراسك يا جعفر. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ حسام حسن النهاردة هادي. هو يكمل الكورة، ضربة حرة مباشرة من إحدى البقاع السحرية في الملعب من ناحية الشمال لصالح النادي الأهلي. عبد الواحد بيظبط مع حسن مصطفى ورفاقه، فتح الله ورقابة للكابتن وائل جمعة الذي يجيد ضربات الرأس داخل أبو تريكة، والعرضية والهدف والهدف. هلا 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 يا عماد يا متعب، يا عماد يا متعب، يا اسد يا عماد يا ابن المتعب. حلوه 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 حلوه، وتحمر المدرجات ويعاد الاتزان مره اخرى داخل ارضيه الملعب. هنا براسه وهنا براسه. حلوه 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 حلوه، رفعه متقنه من ابو تريكه، ارتقاء روعه. يا نهار ابيض، المحمدي خلى البساط احمدي. حلوه 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 حلوه. ايه ده؟ كلهم وقفوا على ان التمريره اوف سايد، هنشوفها اكيد مره تانيه، لكن عرضيه جميله 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 جميله، ويروح لها روعه الروعه حسين ياسر المحمدي ويقابلها. بص خلي بقى اهي، ما فيهاش حاجه وماشي، وعرضيه وخطيره وهوبا يا ياسر يا ابن المحمدي. حلوه حلوه حلوه. وقف عبد الله فاروق بغرابه شديده جدا جدا جدا، على اساس ان الراجل متسلل، ما كانش متسلل، ويعدي ويحط. واحمد عادل هعمل سام عاشور عامل مجهود كبير جدا في وسط الملعب. احمد حسن من اليمين للشمال من عبرات القارات، تعبر البركات، بركات بركات بركات، والهدف. الله 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 يا متعب يا ابن المتعب، يا متعب يا ابن المتعب، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا مجرم. ايه ده يا بركات؟ ايه ده يا متعب؟ بركات عمل فيها شغل عظيم 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 عظيم، ودخل وكمل عماد متعب بكل خبرات السنين وحطها في الدقيقه 42. بص بركات خدع احمد غانم وحط ارتد لمين عبد الواحد، راحت وعماد متعب. حلوه حلوه، حط رجله فيها لاعب الزمالك، نشوفها مره ثانيه. ادي بركات، عدت بركات وحطت. هو متعب، هو متعب برجله، متعب عارفه السكه يا ابني، واقفه نايمه صاحيه قايمه السكه، هي 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 هي. والهدف والهدف، وفرحه الجميع وفرحه الجميع الاهلاويه قطعا. 2-2. ايه الليله دي؟ تضرب وترجع لوسط الملعب مره ثانيه، خطيره 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 خطيره، والهدف. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بقول لحضراتكم كل الامور وارده في مثل هذه اللقاءات. محمد عبد الشافي ترتد من احمد عادل عبد المنعم بغرابه شديده جدا جدا جدا، يحطها عبد الشافي بيمينه في المرمى الخالي من حارسه ومن اي مدافع من مدافعي النادي الاهلي. حلوة 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 حلوة. في الدقيقة 34 تنشق الأرض. بقول لحضراتكم خطيرة خطيرة. أحمد جعفر ترتد، ترجع بقت سهلة، وعلى يمينه أحمد جعفر سدد، رجعت من أحمد عادل بطريقة غريبة جدا جدا جدا، ليست هي صدة العمالقة دي يا أحمد، وهدف. وحسين ياسر يتنطط والكل يتنطط، وهدف روعة 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 في توقيت أكثر من روعة. محمد عبد الشافي والهدف الثالث لنادي الزمالك في الدقيقة 35 من زمن الشوط الثاني. تبيض المدرجات، تبيض المدرجات.
ماذا سيحدث في ال11 دقيقة اللي جاية؟ أيضا كل الأمور واردة، هنشوف. لكن الحقيقة خطأ كبير جدا 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 من أحمد عادل. عرفت إزاي؟ هقول لك، لقط كده بطرف عين الحكم، لكن كان لازم بالفعل تبقى باينة مبكرا عن كده، لازم الوقت الضايع يبان قبل الوقت الأصلي ما ينتهي على الأقل بدقيقة، على الأقل بدقيقة. أحمد علي، حسام عاشور، طويلة وعميقة، خطيرة خطيرة خطيرة، يا نهار أبيض، ولسه 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 ولسه، والهدف، يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا بركات، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا مجرم، يخرب عقلك يا ملك الحركات، يا نهار أبيض يا بركات، سيب لقمة لغيرك يا ابني، حلوة 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 حلوة، إيه ده يا بركات؟ بركات هو بركات، والله بركات هو بركات، تجيبها كده توديها كده، هي كده بركات ملك الحركات، ينام ويقوم، يلدغ ويقول يا سلام عليك يا بركات، في التوقيت الروعة وروعة الروعة، وفي الدقيقة التانية ياخد المتابعة، سيبها يا متعب، رقص يا بركات، بص يا بركات، حط يا بركات، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الروعة دي؟ ايه المباراة دي؟ 3-3 فرحة ما بعدها فرحة. اكيد الاهلي مش عايز يروح زعلان، والزمالك معلش يا مصطفى معلش، لكن مباراة حلوة حلوة حلوة. البدري هيتجنن، البدري هيتجنن.